مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه رحبوا معنا اليوم بمستر محمد صاحب شركه فيل جود تي كومباني yes. اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتنا <applause> مستر محمد الله يسلمك مستر محمد حابين نعرف اكثر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس شركه فيل جود تي كومباني والله بديت تقريبا الحين ثلاث سنين أنا يعني ما كنت شغال ك يعني رائد أعمال كنت قبل شغال مع في قطاع البنوك ويعني تقريبا بعد 18 سنة قلت الحين أبغى أبدأ شيء حقي وحق العيلة وخاص فينا فكان عندي شغف اللي هو الشاي طبعاً بتقولين شاي إحنا هني في البلاد عندنا كافي كافي قهوة قهوة بالضبط وشاي أحمر وشاي أخضر وهذا هو بس لكن آه، ثقافة الشاي عميقة جدا جدا جدا، يعني مثلا أنا كنت كل ما أسافر بلاد، أسير آه في أي مكان في العالم، آه الهند، الصين، آه في عندهم شاي شيء ويعني يعني يعني كبير اي مختلف مم. فكنت دائما أيب من كل هاي البلاد اشياء فكنت استويت مثل كولكتر تعرفين كولكترز مثلا الناس يجمعون مثلا ساعات او 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 شوزات او كذا انا كنت كولكتر مال الشاي وسبحان الله اول ما قلت خلاص ببدا في هذا المجال بس بديت انا في 2020 شهر قبل كوفيد واول ما ضرب كوفيد قلت الله يستر يعني <applause> يعني it was not a good time فسبحان الله كوفيد هو اللي ساعدني ان ننطلق يعني فكنت دائما اقول كوفيد كان يمكن الناس يعني مو مو بهالشيء لكن بالنسبه لي كانت يعني فرصه جدا كبيره عشان الناس انا كنت بديتها اونلاين والناس كانت كلها تطلب اونلاين والطريقه اللي بديت فيها انه مو بس انه شاي اجيب اشياء يعني انواع معينه من الشاي الناس ما جربوها من قبل مثل ما قلت لك في شاي في شاي مثلا تحصل بنص درهم او نص او حتى ربع درهم وفي شاي تحصل بمليون درهم آه. ف... ف فانا اخترت الاشياء اللي هي فعلا جميله وفعلا مذاقها غير عن اللي احنا متعودين عليه فهاي الطريقه اللي بديت والحمد لله لين الحين ثلاث سنين شغالين واحنا بدينا طبعا كاونلاين بس الحين قاعدين نبيع حق شركات حق بدينا نبيع في السعوديه الحين تقريبا 40 او 50% من بضاعتنا في السعوديه بدينا نكون مع شركات ورد تعرفين ورد دائما هديه حلوه لكن يحطون معاها هديه ك... شوكلت او كذا هذا احنا بدينا أه أه شيء انه هديه شاي مع الورد او كذا فالحمد لله الامور طيبه الحين وما نعم شاء الله انا شايفه الباكج بتاعتك نفسها شكلها مميز وعلى شكل هدايا والشاي بطريقه مختلفه خالص ب زي ما احنا بالضبط احنا مثل ما قلت لك الناس هي يعرفون بس كشاي اللي هو الاخضر وهذا لكن الطريقه اللي حاولت اوصلها للناس انه في شاي غير عن اللي احنا احنا كهديه نعم <applause> فالبوكس سويته بطريقة انا يعني زوجتي انا وحرمتي طبعا هي شيز ديزاينر از ويل فحاولنا ان نش... نسوي شيء وايد جميل فكانت ال... الاساس ان الناس وايد و... هديه وايد حلوه و... وpersonalized يعني customized مخصص مثلا هاي محمد او مرحبا محمد فالناس اشتروا وبعدين جربوا الشاي فهني أنا دخل دخلت السوق كهدية لكن الحين إحنا الناس يعني البراند الحين وايد الناس يعرفون فيل جوتيكا ذا بيست يعني تيزي uh, يعني في في البلاد فكانت هاي يعني طريقه استراتيجيه والحمد لله ات ورك سبيشلي في كوفيد يعني الحمد لله نعم محمد حابين نعرف ايه انواع الشاي؟ طبعا في اكثر عن الخدمات الموجوده هنا بشركه فيل جوتي تمام مثل ما قلت لك احنا عندنا يعني تقريبا اكثر من 30 او 40 نوع شاي لكن الاساس الشاي هو يمكن خمس خمس انواع نعم. اللي هو شاي الاسود اللي احنا نقول عليه شاي احمر العادي هذا لكن هو شاي عفوا آه شاي اسمه شاي الاسود وفي شاي اخضر وفي شاي اصفر وفي شاي الاولونغ وفي شاي الاعشاب اولونغ يعني أو اولونغ هو جاي بين الاخضر والاسود نعم. تمام فهاي الانواع الاساسيه الخمسه تمام فاحنا نوع خمسه من نوع الاسود مثلا عندنا شاي اسود من ديره الاسام عندنا شاي اسود من ديره الفوجان اللي هي في الصين كل منطقه في الصين والهند وحتى في ساوث افريقيا طعم الشاي يختلف حتى لو كان شاي أسود لكن في أنواع كثيرة وطعمه يختلف عن الثاني يعني وأنا يعني فينا نقول إنه بتختلف الكواليتي مثلا من الصين للهند لل مش بس الكواليتي الطعم بعد مم. عرفتي فالشاي لازم ينزرع في يعني مكان أعلى شوي على أساس إنه يكون الرطوبة والجو في نفس يعني كل ما يكون أعلى كل ما يكون الـ 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 الشاي يعني أغلى فا ففي شاي بس اكثر شاي هو يعني اكسبنسيف اللي هو شاي الابيض اللي قلت لك عليه يعني 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 جاي يعني على شاي اخضر لكن مم. هو يسمونه شاي ابيض ابيض <applause> تمام فهو هذا هو من اغلى الشايات وهذا اللي عندنا الحين فنوعت مثل ما قلت لك جبت من كل انحاء العالم وجربنا مع مع العملاء وقالوا انه لا هذا كذا وهذا this is nice وكذا ف الحين is از يعني الكوليكشن الخاصه بمستر محمد بفيل جود تي ان شاء الله وي ويل اكسباند مور ومور وان شاء الله بيكون عندنا ما بس بنفتح كاونلاين ومع شركات الورد وكشركات هدايا لكن ات ذا اند اوف ذا يعني في الاخر نبغى نفتح كافيه في جود تي نبغى اكسباند في مناطق مثلا في الخليج ففي في لوت اوف بلانز يعني في, الله. في السنوات القادمه ان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل مثلا شكرا شكرا معاك زي ما انا عرفت ان حضرتك عندك شاي كمان في كافي يعني دي اول مره اسمعها صح صح طبعا الناس اكثر يحبون الكوفي لكن احنا اخترنا شيء انه هو اصلا شاي مخلوط بالكوفي هذا يعني انتم بس لو تجربوا بتعرفون <تصفيق> شو <applause> معناه الشاي مخلوط مع الكوفي هو شيء غريب جدا لكن آم آم انا متاكد ان مميز معظم مميز الناس طعمه بيكون مميز نعم. فهذا من الاشياء اللي نبيعها على الويب سايت مالنا وحتى نبيع في اكثر من مطعم في في الدوله نعم ما شاء الله يعني مثل محمد طبعا زي ما انت عارف هنا منافسه جديدة جدا بالامارات ازاي في الجوتي؟ تي قدر يتمعي بصراحه كانت الفكره اللي هي مثلا قلت لك ان الناس دوم يفكرون بالكوفي كوفي, كوفي 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 شوب كوفي شوب يعني هذا اللي كان الهوس اللي عنده انه في الكوفي لكن ما حد يفتح في الشيء اللي هو شاي واللي هو اصلا شاي هو اكثر شيء ينشرب في العالم بعد الماي في العالم يعني فما ما, ما كنا نحصل اي شيء وما كنت الاقي الكواليتي اللي انا اباه في البلاد فقلت هاي فرصه انا هاي كانت اول شيء ثاني شيء انك تفتح بزنس اليوم في الامارات شيء جدا 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 سهل يعني الشيوخ الله يطول بعمرهم فتحوا هالشيء انا انا الحين بديت يمكن كنت ألف 1000 ربيه الرخصه وكنت بديت من البيت يعني ف إيه إيه ما في اي اكسكيوز الحين انك انت ما تقدر تبدا مهم. يعني انا صح طلعت من شغلي وكذا آه لكن انا كان ممكن ابدا ب 1000 2000 درهم بفكره ويعني السهوله اللي انت تقدر تفتح فيها البزنس الحين بالذات في الامارات جدا 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 سهله مهم. فهاي كانت يعني الاشياء من الاشياء اللي آه شجعتني اني إن افتح آه شركه يعني باسمي <applause> وانا اشجعك انت واشجع الجميع انهم <applause> يجربون على طول يعني. إن, يعني ان شاء الله مستر محمد حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع فيل جوتي احنا طبعا ور اونلاين كومباني في دبليو دوت فيل جوتي دوت كوم او دوت كو عفوا آه انستغرام احنا الحين الحمد لله يعني قريب ال ألف فولوور ووصلنا وصلنا بثلاث ثلاث سنين يعني الحمد لله فعلى طول على الانستغرام في عندنا واتساب من خلال الويب سايت او بس سمبل فيل جود تي وعلى طول احنا بنكون اول ناس في في ما, ما, يحتاج الدورين في الجود تي يعني ف والاسم جدا سهل فيل جود تي كل حد يعرف ف و... يعني احنا نركز بعد ان احنا اخترنا هالاسم عشان فعلا فعلا سهلا. يوم تشربين شاي دائما الناس يحسون انه ذي فيل جود لازم نجربه لازم <applause> الحين الحين بشرفت ان شاء الله ما يهمك ان شاء الله مو كثير نتمنى لك كل التوفيق والنجاح مستر محمد ان شاء الله بالمستقبل الله يسلمك ثانك شكرا ما قصرتي مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي آه حلقه اليوم تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي دمتم بخير وفي رعايه الله